السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم. وصفة اليوم هي وصفة 3 دقائق لإزالة الهالات السوداء تحت العيون وللتخلص منها بشكل نهائي مهما كان سببها، وأيضا لكي تحصلوا على نظرة جذابة وساحرة منذ أول استعمال. فلا توجد امرأة مهما كان عمرها لا تهتم بمظهرها وجمالها، والهالات السوداء من أكثر المشاكل التي تؤرق المرأة وتعيق جمالها، فكيف تتخلص من الهالات السوداء بسرعة وبدون عناء لكي تتمتع بوجه مشرق وعيون جذابة وبشرة نضرة؟ هذا ما سوف نتطرق له من خلال هذا الفيديو، فالوصفة سهلة جدا وفعالة في إزالة الهالات السوداء بسرعة. وقبل المرور لمكونات خلطة التخلص من الهالات السوداء لليوم، أتمنى منكم أحبائي أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب. سنحتاج في الوصفة كأول مكون، سنحتاج إلى قطعة صغيرة من الخيار، وسنحتاج أيضا إلى الشاي الأخضر أو الشاي الأسود يعني حسب ما هو متوفر لديكم، كما أننا سوف نحتاج إلى زيت اللوز الحلو. فالخيار يعتبر علاج الهالات السوداء بحيث يقاوم الإجهاد بالعين لاحتوائه على فيتامين سي والماء ومضادات الأكسدة، كما أنه ينشط البشرة تحت العينين ويجعلها نضرة ومشرقة، كما أنه يحد من التجاعيد تحت العينين ويعالج انتفاخ العينين. والمكون الثاني هو الشاي الأخضر أو الشاي الأسود لاحتوائه على العديد من المركبات الضرورية للبشرة، مما يجعله مفيد جدا للعيون في علاج انتفاخها وكذلك تورمها، وأيضا ينفع في إزالة الهالات السوداء لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي يساعد على انقباض الأوعية الدموية. وثالث مكون هو زيت اللوز الحلو، فهو يعمل أيضا على علاج الهالات السوداء تحت العينين والتخلص منها بشكل نهائي. ولتحضير هذه الخلطة بسرعة سنقوم ببشر الخيار واستخراج عصيرها، يعني سنحتاج إلى مقدار ملعقة كبيرة هنا من عصير الخيار، وسنحتاج أيضا إلى كيس من الشاي الأخضر أو إذا كنتم كذلك تتوفرون على الشاي الأسود يعني حسب ما هو متوفر لديكم. ثم سوف نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. نخلط مكونات خلطة إزالة الهالات السوداء هذه جيدا ونتركها بعد ذلك لكي تتفاعل مع بعضها البعض لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نبدأ بتطبيق هذه الوصفة بواسطة قطنة دائرية على مناطق الهالات السوداء حول العينين، ونتركها كذلك لمدة 30 دقيقة مع يعني تجديد تبليل القطنة كل مرة. هذه الخلطة مضمونة مجربة فقط، جربوها لتتأكدوا بأنفسكم. فخلطة إزالة الهالات السوداء لليوم تستخدم يوميا حتى يختفي مشكل الهالات السوداء وانتفاخ تحت العينين بشكل نهائي. إذا كما رأيتم كانت هذه هي وصفتنا لليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وإذا أعجبكم هذا الفيديو أحبائي لا تنسوا وضع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة، ولكم مني دائما جزيل الشكر.